مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع، احنا النهارده معاكم في لايف جديد ولايف مختلف، لايف مع فاروق احمد فاروق اللي كان متسجل وفاه وطلع له شهاده وفاه وهو حي يرزق بعد ما تم استخراج البطاقه. فاروق قول لنا ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل حضرتك بعد ما خلصت معاكم البث المباشر رن عليا بعدها بنص ساعه بالظبط، رن عليا السجل بعد ما خلصت البث مع مين بقى؟ جورنان ايه؟ الحي السابع اليوم السابع. ايوه اليوم السابع بث بعد نص ساعه بالظبط السجل المدني بشبين اتصل علينا عشان نيجي نعمل بطاقه، وبالظبط الاجراءات ما خدتش نص ساعه وطلعوا البطاقه الحمد لله. قول لنا فرحتك ازاي؟ عمل ايه؟ مبسوط قد ايه؟ مبسوط كتير قوي، ان انا فرحه كبيره ان انا طلعت البطاقه، ان انا ممكن امشي حياتي كانسان عادي، انسان مواطن من ضمن البني ادمين الناس اللي عايشه في مصر. اقدر اسافر، اقدر اروح، اقدر اجي، اقدر اتطوع، اقدر اعمل اي حاجه. احكي لنا المشكله كانت عامله ازاي في الاول؟ كانت صعبه جدا قبل ما انشر، قبل ما اي حد يوصل رسالتي للمسؤولين. كانت صعبه جدا ان انا افكر ان خلاص اتربطت وفاه ان هي مش هتتحل. الحمد لله. تمام، قول لنا القصه في الاول كانت عامله ازاي؟ القصه كانت حزن، كانت مفاجاه من العيار الثقيل، مفاجاه صعبه علينا. ايه اللي حصل بقى؟ ان ابني بقى معايا 17 سنه وفجاه الاقي ما شهاده وفاته في ايدي بدون اي مقدمات، بدون ما حد يديني اي مقدمات. ليه؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل غلطة موظف سجل مدني، غلطة من واحد، فصل من واحد عمله فيها، الله أعلم إيه اللي حصل. المهم إن أنا زي واحد بيركب لمبة كهرباء خد صاع الكهرباء، بدل ما كان واقف فوق دماغه واقفة في السقف لامسة السقف، بقى دماغه لامسة الأرض في ثانية. بدل ما كان واقف على حيله بقى وفايق، بقى في غيبوبه. انت كنت طالع بطاقه، لقيت اللي حصل ده، لقيت ان هو متسجل وفاه. عملت ايه بقى؟ لفيت على الاحوال المدنيه في جميع الجمهوريه، وصلت لمنطقه تجنيد طنطا، رحت في كل مكان، كل باب يقول ان ممكن الباب ده تلاقي وراه واحد ياخد بايدك وينقذ ابنك من اللي هو فيه، ما سبتوش الا لما خبطت عليه. فجأة وبدون مقدمات وفي 5 دقايق ربنا نور طريقنا، ومشكورة بالتعاون معانا، ووزارة الداخلية استجابت لندانا والحمد لله بقيت وابني حي. يعني الاستجابة ده بيرجع لجورنان ايه؟ مين اللي واقف جنبك؟ اليوم السابع وجميع الناس اللي وقفت معانا. تمام. وناس كتير وقفت. قول لنا بقى ايه اللي حصل لما طلعت لايف معانا في اليوم السابع؟ ايه اللي تم التواصل معاك ازاي؟ بعدها بقد ايه؟ الحمد لله الناس، مجرد ان هي عرفت ان انا عندي مشكله، الناس اللي ممكن كان في اليوم 4 أو 5 مرات بيرنوا علي عشان يعملوا معانا لقاء ويعملوا معانا متابعه. دلوقتي لما احنا عملنا اللايف في اليوم السابع، مين كلمك؟ الحمد لله كل الناس اللي موجوده في الاحوال المدنيه في شبين، رئيس الاحوال المدنيه في شبين، الموظفين بتوعها، ولقينا كل الناس منتظرانا وواقفه على الباب، والناس قامت بمساعدتنا بمجرد ان احنا سجلنا مع اليوم السابع او بعد منها بحوالي نص ساعه بالظبط. ايه اللي حصل بالظبط بقى؟ قالوا لك ايه بقى؟ يعني انت طلعت مع اليوم السابع، ايه اللي حصل بالظبط بعدها بقى؟ لقينا التليفون بيرن والناس منتظرين. كنا الوضع بالظبط. لقينا التليفون، احنا احوال مدنيين في شبين منتظرين حضرتكم ومنتظرين تيجوا، وفعلا بعدها ب5 دقايق كنا في احوال مدنيين شبين، والحمد لله عملنا البطاقه. ورينا البطاقه كده. شكرا لكل من تعاون معانا، شكرا لليوم السابع، شكرا لاتصال البلد، شكرا للناس كلها. لا دلوقتي يتوجه رسالة لقيادات الداخلية، تقول لهم ألف شكر لكل قيادة في الداخلية، وألف شكر لكل الناس اللي تعاونت معنا في الداخلية، وألف شكر وألف شكر للمسؤولين، وألف شكر لكل اللي تعاون معنا من الداخلية ومن الصحافة ومن كل الناس اللي تعاونت معنا من أهلينا وكل الناس. طيب حابب توجه رسالة لحد معين وانت معانا دلوقتي؟ رسالة لكل الناس، الحمد لله مصر بخير. رسالة للناس كلها ان الحمد لله مصر بخير، وفيها ناس بتسهر على وفي ناس بتستجيب لنداءات الشعب.
فاروق قول لنا اخبارك ايه دلوقتي بعد ما بقى معاك بطاقه؟ مبسوط وفرحان ان انا طلعت الطاقه، اشوف مستقبلي واشوف طريقي وباشر حياتي بقى العاديه كانسان كمواطن معاه بطاقته ومعاه حياته ومعاه حياه جديده بعد موت زي ما بيقولوا، حياه بعد 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 موت. الله يتوفاك. تمام. طب تحب توجه رساله شكر لحد؟ اشكر جريده اليوم السابع واشكر وزاره الداخليه واشكر كل 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 حد اتدخل عشان يحل لي مشكلتي. رئيس الوزراء